طبعا فاحنا بين على ان صحه الام والطفل عندها يعني مراحل، وهاد المراحل المرحله الاولى الاساسيه قبل يعني قبل الحمل، صحه الام قبل الحمل، نسبه اللقاح ديالها واش عملاته ما عملاتوش، نسبه التغذيه ديالها، معرفتها بالموضوع والجانب النفسي ديالها، الجانب الاجتماعي ديالها. وبعد ذلك كتجي مرحله ديال الحمل اللي فيها فحوصات ضروريه بالنسبه للام باش تعطينا يعني مولود في صحه جيده وفي سلامه. فيعني هناك واحد مجموعه ديال الاشياء اللي توضعات، مخطط جهوي للنهوض بصحه الام والطفل اللي كيشمل 5 ديال الركائز الاساسيه، منها يعني مراقبه الحمل، القيام بـ8 فحوصات العود 4، نظام معلوماتي جيد للنساء الحوامل، ملف طبي يعني رقم مرقم، الخروج ولا غولونس، انا كنسميها لا غولونس، يعني نعيطوا للمراه لا ما جاتش، نمشيو نقلبوا عليها، وهذا يعني دور المجتمع المدني. لي كلاس دي ميغ اللي تكلمنا عليهم فهي يعني حصص توعويه من اجل النهوض بصحه النساء الحوامل. جميع التساؤلات اللي كتكون عندهم في فتره الحمل كيديروا داك لي فوكس جروب، وكل مراه كتكلم على نفسها وعلى الحمل ديالها، وهناك الطبيبه الاخصائيه طبعا اللي كترافقهم في اختيارات هاد الحصص التوعويه، وكتجاوب على الاسئله ديالهم. فهاد الشيء خصنا ننهضوا به، لان بان لنا انه واحد الجانب مهم اثر في فتره الحمل، وان شاء الله وبعد الوضع كاينه فتره يعني الرضاعه اللي حتى هي جد مهمه اللي خصنا نشتغلوا عليها، وكيفاش الام يعني ترضع الوليد ديالها من منذ يعني منذ الخروج ديالو خصو يتوضع يعني في الرضاعه الطبيعيه. فمجموعه من الاشياء اللي غادي تقوم بها المديريه الجهويه طبعا بالمواكبه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. طبعا 28 وفاة في السنة رقم يجعل يعني أننا جهويا ماشي يعني ماشي خايب، ولكن أنا كنقول على أن هو يعني واحد المؤشر اللي خصنا نقلصوا منه، لأن جهة الدار البيضاء ستات من أكبر الجهات المملكة، هناك يعني وسائل نقل، هناك معدات طبية، هناك مراكز صحية عديدة، التقسيم الجغرافي للمراكز مهم وموجود. فالنساء خصهم يبداو يجيو في أثناء مراقبة الحمل ويقوموا بالفحوصات ديالهم اللازمة تفاديا لهذه المأساة اللي كتجي في آخر الحمل، اللي هو الوفاة اللي أنا كيف ما قلت عندها عواقب على المجتمع، على الاسره، وعلى الطاقم الطبي والشب الطبي، لان كيشوف ان المجهودات ديالو كلها مشات هباء ولا يشرفهم ذلك. يأتي تنظيم هذا اللقاء من طرف ولاية الدار البيضاء سطات للوقوف على أهمية الطفولة المبكرة، والأهم يعني بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات في هذا اللقاء هو الوقوف على المجهود اللي تم يعني القيام به خلال السنة الفارطة في مجال التعليم الأولي بجهة الدار البيضاء سطات، بحيث استطعنا نحقق قفزة نوعية، يعني ربحنا 14 نقطة مقارنة مع الموسمين السابقين. انتقلنا من 54% كنسبة تمدرس أطفال 4-5 سنوات بالنسبة للتعليم الأولي، انتقلنا ل 68% يعني في خلال هذا الدخول المدرسي الحالي، وهذا يعني مؤشر جد إيجابي استطعنا نحققه بفضل يعني البرنامج المادي للأكاديمية، بفضل التنمية البشرية خصوصا في النسخة الثالثة منها، وأيضا بفضل الشراكات، بحيث استطعنا نعقدوا أزيد من 460 شراكة سواء لتأهيل الفضاءات، لبناء يعني حجرات دراسية لاستقطاب التعليم الأولي سواء داخل المؤسسات أو خارجها، وأيضا لتأهيل المربيات ودعم الجمعيات الشريكة في مجال التعليم الأولي. قفزة نوعية في يعني في كل مكونات التعليم الأولي، سواء
العمومي يعني داخل التعليم الأولي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية اللي عرف يعني تقدم ملموس خصوصا في العالم القروي اللي نركزنا عليه استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك نصره الله، وأيضا في التعليم الخصوصي وفي يعني في التعليم القائم التقليدي اللي يعني كيعرف أيضا واحد نوع من التأهيل ليصبح في نفس مستوى يعني الجودة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية. إذن لدينا استراتيجية وطنية لتطوير وتعميم التعليم الأولي في أفق 2027 تسهر عليها وزارة التربية الوطنية. اليوم جهة الدار البيضاء استطاعت يعني عبر الأكاديمية الجهوية استطعنا نحقق نضبطه استراتيجية جهوية لتطوير أيضا وتعميم التعليم الأولي في أفق 2025. النتائج الأولية لتنزيل هذه الاستراتيجية ستمكننا لا محالة يعني من تحقيق الهدف قبل إن شاء الله الأفق ديال 2025.